السفر من أجمل الأشياء اللي ممكن تديرها في حياتك، تتعرف على ثقافات مختلفة، ناس من مختلف الجنسيات. ولهذا قررت نتحدى نفسي ونزور 50 بلد من مختلف قارات العالم في مدة أقل من 5 سنوات. طبعا أتمنى إن شاء الله تتحقق. طبعا راح نوثق كل رحلاتي على اليوتيوب ونشاركها معكم، رغم أني زرت كذا بلد لكن حبيت نبدأ معكم من الصفر. وراح نبدأ بأول بلد اللي لا ماجوريتي تاع ليزاجيري يبداو به، اللي هو تركيا. احنا ليزاجيري اللي نبداو بها تركيا يا تونس، دونك أنا قررت راح يكون البلد الأول تركيا. راح نديكم معايا لأول رحلة، تركيا إسطنبول. صباح الخير، هنا الآن في مطار هيثرو، رايحين على إسطنبول. عندي تقريبا 2 سنين ما سافرت، فتوحشت الصراحة إحساس السفر. So let's go. راح ناخذكم معايا في رحلتي لإسطنبول. حاليا الآن في الطائرة اللي راح تدينا لإسطنبول إن شاء الله. هذه أول سفرة لي بعد الكورونا. تقريبا كل شيء تغير، الآن لازم تلبس الكمامة. صراحة أنا مش متعودة على الكمامة في السفر، لكن راح تكون مدة الرحلة 4 ساعات، فراح نلبس الكمامة لمدة 4 ساعات. ما على باليش كيفاش راح ندير، وأيضا إجراءات التطعيم وإجراءات البي سي آر. يعني تحس بلي السفر مش بسيط مثل الأول. وصلنا المطار إسطنبول الدولي. صراحة زحمة كبيرة بزاف الناس، لكن عادي، يعني هذا متوقع من بلد سياحي. راح نشري سيم كارد، طبعا شريحة هاتف تحتاجها باش تسافر في إسطنبول أريحية وتعرف الأماكن اللي تروح لها، خاصة الأماكن السياحية. نروحوا تاكسي، متخوفة نوعا ما من الأسعار، لكن بما أننا أكثر من شخص راح نتقاسم المبلغ. حاليا الان في مسجد السلطان احمد. طبعا اول حاجه تديروها انكم تزوروا منطقه السلطان احمد، المنطقه التاريخيه، خاصه انه سلطان احمد وآيا صوفيا وطوب كابي بالاس جايين في منطقه واحده، يعني فقط انك تمشي بيناتهم. مسجد السلطان احمد حاليا في حاله ترميم، رغم ما كيش تقدروا تشوفوا الداخل، واصلا الغاشي بزاف، دونك لاشين بزاف، الوغ ما حبيناش نستناو. ننصحكم كي تجوا للسلطان احمد تديروا البابيت، يعني لبس الكمامة ضروري، بما انه بحكم انه المنطقة سياحية وفيها بزاف الغاشي. ما حبيش ندخل داخل باسكو بزاف العشان، يا قررت باش نروح لآيا صوفيا. طبعا هي كانت متحف، لكن الان حولوها المسجد، ما عندهاش بزاف من اللي حولوها. انا اخر مره زرتها كانت في 2015، زرتها كمتحف، لكن اول مره راح نزورها كمسجد. كي تدخلوا لآيا صوفيا اول حاجه تديروها تحطوا الحذاء تاعكم في المكان المخصص. الناس اللي تجي تزور السلطان احمد يجوا لهاد البلاصه، الهيبودروم. طبعا هذا الهيبودروم بني في القرن الرابع من طرف الامبراطوريه الرومانيه، وبناوه بعد ما تم رسميا الاعلان عن انه اسطنبول هي عاصمه روما الشرقيه. لكن طبعا بعد الفتوحات تغيرت كل شيء، اصبحت تسمى بساحه السلطان احمد. تحس روحك راك في قلب التاريخ. صافي بليزا. Thank you.
وانا الان في لو غران بازار. طبعا نصيحه لكم اللي يحب يبدل باغ اكزومبل العمله تاعو يجي هنايا باسكو هنا يعطوك قيمه اكثر، ما تبدلوش برا في السلطان احمد باسكو القيمه منخفضه جدا. دونك كي تحبوا تبدلوا العمله تاعكم روحوا هنايا، هذا ديفيز هذا يبدل العمله مليح، يعطي قيمه مليحه باغابور اللي كاينين في السلطان احمد صراحه، خاصه اللي كاينين برا ما تروحوا لهمش. اتونسيون دوكم نص دراهمكم. خرجنا من غران بازار، طبعا هو مكان فيه كلش، فيه كلش الذهب الحوايج ليساك كل شيء تقليد تقريبا، لكن كاليتي مليحه يعني جوده مليحه. بصح صراحه ما ننصحكمش تشرو فيه لانه كلش غالي، واذا حبيت تشري فيه وما كانش عندك الوقت بلعط لو ماكسيموم. لازم تقاشح معاهم جامي ترضى باول سعر يعطوهولك، خاطش كي يشوفك توريست صاي يحسب روحك بلي انت خلاص بون كتعذر، يعطيك الصراحه السعر قد السقف، فدائما ردوا بالكم من هذا الناحيه. يقولوا الصمت يغلب القبيح، دونك يفوك تصمت لو ماكسيموم باش يعطوك ان بريم. بون الان انا في غالاتا، غالاتا بريدج كما راكم تشوفوا مورايا هنايا، وهنا الناس شغل يصيدوا، كاين دي ريستورون تحت اوسي. هاي لك هذه بالا. مازالني في غالاتا تاور بيان سور، هذا الورد شريته عند واحد الحاجه منها مسكينه كتبيع فيها، هيا شريت من عندها. تقدروا هنا تهبطوا، تهبطوا من هيك من الفوق، من الفوق كما راكم تشوفوا هنايا تهبطوا تحت، ما كاش بزاف الغاشي هنايا لو تقدروا تصوروا براحتكم. وصلنا الان في ميدان تقسيم، طبعا الاشهر في تركيا خاصه للسياح العرب. نشرب بقلاوة من حافظ مصطفى، طبعا هو أقدم مكان يصنع البقلاوة في تركيا من سنة 1864، وقالوا لنا بلي هو الأحسن في صناعة البقلاوة، دونك راح نسيوه ونقول لكم إذا مليحة ولا لا.